Society Hacks Extensive Storage. Fiez-vous vos bien. Ici, grâce à 400 employés en MIFA. احنا شركة سوسيمي شركة رائدة في إنتاج عجائن ولديريفيتوها يعني عجائن غذائية كسوا من الكسكس للسميد للفرينة للعجائن الغذائية بأنواعها. احنا حاجة اللي تفرح الكونسوماتور والكونسوماتريس الجزائريين والجزائريات يعني احنا عندنا مفاجأة بديناها منذ شهر هي يعني طنبولة عمرة للمرأة الجزائرية. نعرفوا باللي التراث الجزائري متنوع من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال. حبينا نديروا لهم كل 15 يوم سوسوا تكون يعني في الشرق او في الغرب ولا تحضر الطبق على حسب التقاليد تاعهم احنا باش وتصور الطبق تاعها مع الباكي تاع كسكس. كي نشوفوا الطبوع الجزائري الله يبارك يعني التراث الجزائري غني. تصور يعني طبق مع الكسكس تاعنا تبعثوا في لاباج فيسبوك تاع سوسيمي وطاقي 5 اشخاص يعني من العائله ولا من الاحباب اوتوماتيكمون تدخل في القرعه. احنا كل 15 يوم رانا نديروا قرعه على المباشر مع في القناه تاعكم بالضبط مع في من 3 ل 4 يجوز في حصه طيب معانا. احنا سوسيمي الكسكس تاع سوسيمي معروف اللوغو تاعنا هو بنة المفتول ما عندك ما تقول. احنا سوسيمي الكسكس تاع سوسيمي معروف اللوغو تاعنا هو بنة المفتول ما عندك ما تقول يعني والمنتوج مصنوع ب 100% قمح صلب يعني ما نديروش كما يقولوا برودوي مادة أساسية أخرى. المنتوج تاعنا سواء في العجائن ولا في الكسكس 100% من القمح الصلب. عندنا ثاني واسمو رانا وسعنا كما يقول لي برودوي تاعنا مؤخرا لونسينا طاكلياتيل ومعولين ان شاء الله باذن الله نزيدوا نوسعوا في لاكام تاعنا في لي بات سبيسيو هذوما باش دائما في اطار تجاوب مع متطلبات المواطن ولا المستهلك الجزائري. وحنا نوعدوا المستهلك الجزائري باللي الجوده والسعر مضمونه يعني شعارنا لا نقاش فيه. بالنسبه للطاقه الانتاجيه قلت لك 350 طن من القمح الصلب اللي نحولوها ان بارتي 50% نحولوها للسميد خاصه في الفلاوت سيزون هذه من اكتوبر حتى لوسمو بازيو على السميد حتى لشهر رمضان الكريم اللي معروف كما يقولوا الجزائريين الاسره الجزائريه بالحلويات وكذا. حنا دوكا نحولوا المنتوج تاعنا الى اكثريه الى السميد بلا ما نخليو يعني يكون نقص في العجائن الغذائيه. الحمد لله درنا الاسبوع الماضي طبعا منذ 10 ايام اجتماع مع الوزير اللي رفع استاذ الكوطه النسبه. الحمد لله البارح كانت رفع الكوطه.